السلام عليكم أصدقائي عشاق الرياضات القتالية، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم الموضوع خاص بعشاق فن النينشاكو، سلاح بروسلي المفضل. إذا أي واحد فيكم كيحاول يصنع هاد النينشاكو ما تعرفش، اليوم جبت لكم طريقة سهلة وبأدوات بسيطة جدا كيفية صناعة النينشاكو في البيت وبأدوات بسيطة. لذلك هنركز على جوج المسائل المهمة هنا. هاد النينشاكو اللي غنصاوبو ديال ديمونستراسيون، يعني ممكن تستعرض بها فقط ماشي ديال القتال، لانها مصنوعه من ادوات بسيطه جدا. حتى الخشب يعني ضعيف، يعني لا تصلح للقتال، هذه للاستعراض. مساله اخرى، الناس اللي تيتهمون اننا تنعلموا المجرمين يصنعوا بحال هذه الادوات، غادي نقول لك سؤال بسيط جدا ومفهوم وواضح. يعني واش عمرك شفتي شي واحد وقف على شي واحد بغى يعني يسرقه ولا يعتدي عليه بالنينشاكو؟ ما غاديش تلقى ابدا. المجرمين كيستعملوا الاسلحه البيضاء، هذا معروف. هاد النينشاكو غادي تشوفها عند المقاتلين، هما اللي كيستعملوها للدفاع وفي حالات نادره، يعني قليل اللي كيستعملها. اغلبيه كيبغيوها للاستعراض باش يصوروا فيديوهات يلعبوا بها، لان فيها واحد المتعه ملي كتعلم ليها. المهم، هذه النينشاكو الاصليه، والادوات اللي كنحتاج راه ادوات بسيطه جدا. كنحتاج عصام، الافضل تكون 50 سنتيمتر باش نقسمها، كتعطيني 25 25. بالنسبه للسلسله، من الافضل تكون على حساب الدوره ديال اليد، هذا هو العبار ديال اي واحد هنا. حيت علاش؟ كما كتعرفوا ان النينشاكو فيها انواع، ولكن انا تنحتاج هذا العبار لاني كما تشوف الفيديو اخر فيديو، باش يعني كنحتاج نينشاكو نبقى ندورها تبقى يعني نتحكم فيها في يدي. كاينه اللي فيها سلسله طويله، ولكن هذيك خدمه اخرى. المهم من بعد نشرحها لكم ان شاء الله. المهم دابا اللي كنحتاج هذه على في هذا القياس، وهادو هما اللي تركب بهم، اللي تركب فيهم السلسله. المهم ملي نركبها في المكان ديالها نفتح شويه هذه من داخل السلسله ونعاود نرجعها. اول خطوه كنركب هادو من الاولين، حاول منين نثبتها مزيان، نزيد ندور واحد شويه باش نفتحها. نفتحها غير باش نركب السلسله شويه هنايا. هذا مزيان، المهم ها العمليه الاولى، السلسله ركبت في المكان ديالها. نجي للجهه الاخرى، المهم نفس العمليه في الجهه الاخرى. كما قلت ما تساويش 25 سنتيمتر. نفتحها شويه باش ندخل السلسله الجهه الاخرى، نعاود شويه ندخل السلسله. ملي تتركبها ديال الاولى كتثبتها باش يسهل عليك انك تفتحها وتعاود تجيبها. ملي كتشد المكان ديالك كنزيرها مزيان.
نعود نذكركم كما قلنا السلسلة على هذا القياس، ولكن ما داخلش في الحساب هادو اللي ركبت هنايا. السلسلة في هذا القياس زيادة على هاد الأدوات اللي ركبت في العصا، هذا هو القياس. كيبقى دابا اللون، يعني إلا بغيت تخليها هكا طبيعية، هذه عصا عادية. بالنسبة للعصا شوف الأسود ولا الأصفر ولا الأحمر، شو حتى اللي بغيتي. وكان نحاول نلفها بها، راه كنبدا هذه هي الأولى هنايا، ندور كما شفتوا النشاكو اللي خدمتها في الفيديو اللي طلبت مني انني كانت في هذا اللون، طلبت انني نبين لكم الطريقه. كنبقى غادي معها بهذه الطريقه هذه، حتى ناخذ اللون اللي بغيت، حتى نعاودها من جهه اخرى باش اللون صافي وضح مزيان. كذلك دير الصفره